خسائر كبيرة للبورصات الأمريكية والأوروبية واستمرار ارتفاع أسعار النفط عالمياً. مجلس الأمن يدعم الحل السلمي بين موسكو وبين كييف، وبايدن يرسل أسلحة لأوكرانيا خلال أيام. واشنطن تعلن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية، والصين تخترق مجدداً مجال تايوان الجوية. ساعتنا هي الثالثة صباحاً في القاهرة الواحدة بتوقيت غرينتش. هذه نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلاً بحضراتكم ومستهلنا مع نسرين فؤاد. تفضل يا نسرين. أهلاً بك تامر، أهلاً بكم مشاهدينا. والبداية من التداعيات الاقتصادية لتطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. أغلقت وول ستريت على انخفاض وسط مخاوف بشأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة واحتمال زيادة مجلس الاحتياطي الاتحادية أسعار الفائدة. وأغلق المؤشر ستاندرد أند بورز 500 منخفضا بنحو 23.14 نقطة بما يعادل 55%. ونزل المؤشر ناسداك المجمع بنحو 173.94 نقطة وما يعادل 1.41%. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 86.16 نقطة أو 26%. سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء أسبوعي لها في شهرين، إذ تأثرت أسهم شركات التكنولوجيا وتجارة التجزئة بالبيع المدفوع باحتمالات رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة ارتفاع التضخم لأعلى مستوياته منذ عقود. وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى حوالي 1.9% مع انخفاض أسهم شركات تجارة التجزئة 2% مع نزول أسهم التكنولوجيا لحوالي 2.4%. كما سجل مؤشر التجزئة أدنى مستوياته في عامين بعد سلسلة من تقارير نتائج الأعمال الضعيفة التي سلطت الضوء على تداعيات ارتفاع التضخم والأزمة في أوكرانيا مع جولة جديدة من إجراءات الإغلاق في الصين. أغلقت الأسهم في المملكة المتحدة منخفضة في نهاية التداولات، حيث سجلت خسائر في قطاعات المشروبات والنقل الصناعي والعقارات. أغلقت الأسهم في ألمانيا منخفضة في نهاية التداولات، وسجلت البورصة الألمانية خسائر في قطاعات البرمجيات ووسائل الإعلام والخدمات المالية. تراجع الناتج الصناعي الألماني بشكل يفوق التوقعات في مارس، إذ أدت القيود المفروضة لمكافحة جائحة كورونا والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تعطيل سلاسل التوريد، مما جعل من الصعب تلبية الطلبات. مشاهدينا، فاصل قصير ونعود مرة أخرى لاستكمال نشرة الثالثة صباحا. ونتوقف مع هذا النبأ المحلي الذي ورد إلينا لتوه، حيث فاز فريد زهران برئاسة الحزب المصري الديمقراطي في الانتخابات الداخلية لهذا الحزب التي أجريت الجمعة، وذلك للمرة الثانية.
وجاء فوز زهران بأغلبية 529 صوتا من أصوات الناخبين، بينما حصل أقرب منافسيه على 229 صوتا. اتصالا ينضم إلينا هاتفيا السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي. سيد الفاضل، بعد التحية والتهنئة بالطبع، كيف جرت هذه الانتخابات؟ خليني الأول أحييك وحيي السادة المشاهدين وأقول لك أنه الانتخابات جرت في أجواء يعني تنافسية وديمقراطية، وهي لم تبدأ اليوم لكنها انتهت اليوم. هي بدأت حوالي 9 شهور بانتخابات قاعدية في أمانات المحافظات المختلفة لانتخاب أمانات المحافظات وأعضاء المؤتمر العام. النهاردة كان المؤتمر العام للحزب اللي بيحضروا مندوبين من كل المحافظات، وكان النصاب حوالي 960 صوت على ما أعتقد. المفاجئ والمبهر والأمر الذي يستحق التحية لكل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وأعضائه، أن نسبة الحضور بلغت حوالي 80%، وأن الانتخابات جرت يعني تحت إشراف المجلس القاضي لحقوق الإنسان بصورة ديمقراطية، وأن فات رغم حدة المنافسة وطول فترة التنافس طوال الشهور الماضية، لكن كانت أجواء من الوئام والصفاء والود ما بين كل المندوبين في المؤتمر. والحمد لله يعني انتهت على خير وبشكل مرضي، مش لشخص معين أو لطيار معين أو لقائمة معينة، ولكن لكل الناس، لأنه مجرد هذه النسبة، مجرد نسبة الحضور العالية دي جاءت الأجواء التنافسية والنزاهة، كل دي حاجات تعني أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الذي فاز في هذه الانتخابات، والحياة السياسية المصرية التي فازت في هذه الانتخابات، والرسالة اللي بيوصلها المؤتمر دوت والانتخابات دي للحياة السياسية المصرية وللشعب المصري أن الديمقراطية ممكنة، وأن شعبنا جدير بالديمقراطية، والأصوات التي تتعالى من حين لآخر تتهم شعبنا بأنه ما يقدرش يعمل ممارسة ديمقراطية أو ما يقدرش يعمل انتخابات ديمقراطية، هي يعني أصوات باطلة وتتحدث عن غير حق. وأن لما تتوفر الشروط والأجواء المواتية شعبنا بينجح في خوض تجارب ديمقراطية ناجحة، زي ما شفنا في انتخابات الديمقراطية اللي جرت داخل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. أين أجريت هذه الانتخابات وما هو الشكل الإجرائي لعملية الاقتراع؟ كيف كان؟ يعني الانتخابات التحضيرية تمت على مستوى كل المحافظات المتواجد بها الحزب، وهي حوالي 16 أو 17 محافظة، وتمت من جمهور الأعضاء أو إجمالي الأعضاء لانتخاب أمانات مراكز، ثم من المراكز تنتخب أمانات المحافظة، وينتخب مندوبين من المراكز ومن المحافظة للمؤتمر العام. المؤتمر العام عقد اليوم، وزي ما قلت كان قوامه حوالي 1000 أقل قليلة، والمؤتمر العام ده هو اللي بيشكل الهيئة الناخبة اللي بتنتخب رئيس الحزب والأعضاء المكملين في الهيئة العليا، على اعتبار أن من المحافظات المختلفة بيجي أمناء المحافظات ببعضها في الهيئة العليا، وبينتخب ناس الهيئة العليا مباشرة من المحافظات، وبعدين بتبقى في أعضاء مكملين من المؤتمر العام حوالي 60، زائد الأعضاء اللي تم انتخابهم من المحافظات بيشكلوا الهيئة العليا، بتختار بعد كده الهيكل القيادي. يعني الرئيس بيختار رأسا من المؤتمر العام، ثم بقية الهيكل القيادي، نواب الرئيس والأمين العام والأمناء النوعيين وكل القيادات بعد كده بتختار من الهيئة العليا بعد ما المؤتمر العام بيختار المكمل الهيئة العليا. الهيئة العليا قوامها حوالي 130، وهي الآن وإحنا بنتكلم معاك في الهيئة العليا منعقدة، وفي تصويت داخل الهيئة العليا على بقية مواقع الهيكل القيادي. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إذ كنت معنا عبر الهاتف بعد الإعلان عن نتيجة فوزه برئاسة هذا الحزب لفترة ثانية.
وبالعودة إلى تطورات التداعيات الاقتصادية لعملية تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% لتسجل عند التسوية زيادة أسبوعية ثانية على التوالي، إذ رفعت عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة على النفط الروسي احتمالات شح الإمدادات، وجعلت المتعاملين يتجاهلون المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 222 دولارا بما يعادل 2% لسجل مع نهاية التعاملات 113 دولارا و12 سنتا، وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2 دولار و30 سنتا أو 2.12% ليسجل 110 دولارات و56 سنتا. أعلن البيت الأبيض بأن الإدارة الأمريكية تدرس مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ ويدعو لرفع دعاوى قضائية ضد منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك بسبب العواقب المحتملة لهذا الإجراء. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي قالت إن الآثار المحتملة والعواقب غير المقصودة لهذا التشريع تتطلب مزيدا من الدراسة والمداولات. أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إن ما يقرب من 25 مليون طن من الحبوب لا يمكن تصديرها من أوكرانيا بسبب أوضاع البنى التحتية هناك. أشارت الفاو إلى أن تقديراتها الحالية الجديدة تشير إلى أن المخزونات العالمية للحبوب بحلول نهاية مواسم عام 2022 ستبلغ 856 مليون طن. ولا تزال المنظمة الأممية تتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للقمح في عام 2022 إلى 782 مليون طن، وتشمل هذه التوقعات انخفاضا متوقعا بنسبة 20% في المساحة المحصورة في أوكرانيا، فضلا عن انخفاض الناتج بسبب الجفاف في المغرب. كما توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة تراجع إمدادات الحبوب والطلب عليها بنسبة 1.2% في التجارة العالمية للحبوب بشكل عام خلال سنة التسويق لعام 2021-2022 مقارنة بالعام الماضي الذي تم فيه تسجيل مستوى قياسي. وقالت المنظمة إن هذا الانخفاض يرتبط بالذرة والحبوب الخشنة الأخرى، بينما من المتوقع أن تنمو تجارة الأرز بنسبة 3.8%، أما تجارة القمح فبنسبة 1%. اتخذت العديد من دول العالم قرارات قاسية لتقليل الأثر الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وجاء قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة الفائدة لتتخطى تداعياته الحدود الأمريكية ويؤثر على الدول الأكثر فقرا حول العالم، ويتراوح التأثير في الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى وخفض قيمة عملات. المزيد يستعرضه لنا الزميل أحمد أبو زيد. آثار متعددة خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، بينما لا تزال الآثار الناجمة عن هذه الحرب تواصل الإضرار بالاقتصاد العالمي بفروعه ومستوياته المختلفة. الاقتصاد العالمي الذي لم يكن قد تعافى بعد من تداعيات وويلات جائحة فيروس كورونا المستجد. آثار دفعت دول العالم لاتخاذ قرارات وصفت بالقاسية لمحاولة تقليل الأضرار، ولعل على رأس هذه القرارات رفع أسعار الفائدة من جانب الولايات المتحدة، إذ رفع الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بواقع 0.5%. هي الخطوة التي تمتد آثارها بالطبع لشتى دول واقتصادات العالم. تأثير قرار الفيدرالي الأمريكي لن يقتصر على دفع مشتري المنازل الأمريكيين مثلا مزيدا من الأموال أو مواجهة أصحاب الأعمال قروضا بنكية أكثر كلفة، بل إن هذه التداعيات تتجاوز حتى الحدود الأمريكية وتؤثر مباشرة على دول واقتصادات أكثر فقرا حول العالم. يتراوح التأثير في الخارج ما بين تكاليف إقراض أعلى إلى خفض قيمة هذه العملات. وفقا لمحللين، فإنه يمكن أن تؤدي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى أضرار بعيدة المدى على المدى الطويل بطرق مختلفة، إذ يمكنها مثلا إبطاء الاقتصاد الأمريكي وتقليل شهية المستهلكين الأمريكيين للسلع الأجنبية، كما أنها تؤثر وبالطبع على الاستثمار العالمي. فمع رفع أسعار الفائدة الأمريكية أصبحت السندات الأمريكية أكثر جذباً للمستثمرين العالميين. يمكنهم إذن سحب أموالهم من الدول ذات الاقتصادات الأقل متوسطة أو فقيرة الدخل والاستثمار مباشرة في الولايات المتحدة. كما يمكن أن يسبب هبوط العملات
العديد من المشكلات، إذ يجعل التكاليف أكبر بالنسبة للأغذية والمنتجات المستوردة، كما يزداد القلق في ظل ارتفاع الأسعار في جميع أنحاء العالم بسبب اختناقات سلاسل التوريد وتداعيات العملية العسكرية الروسية داخل الأراضي الأوكرانية، وما أسفرت عنه كذلك من تعطيل شحنات الحبوب والأسمدة وغيرها من السلع والمنتجات. القرار الأمريكي لقي صداه إذن في لندن، والتي قرر بنكها المركزي رفع أسعار الفائدة الأساسية بربع نقطة مئوية إلى 1% في أعلى مستوى لها منذ 13 عاماً، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في محاولات التحرك لكبح جماح وتيرة التضخم المتزايدة في بريطانيا. بنوك مركزية مثلاً في المملكة العربية السعودية وفي البحرين، الإمارات وقطر لرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس. كما قرر البنك المركزي في دولة الكويت رفع الفائدة ب 25 نقطة أساس. استناداً إلى الأوضاع المالية التي باتت توصف بالأكثر قسوة، قام صندوق النقد الدولي مؤخراً بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام في الدول النامية وفي الأسواق الناشئة إلى 3.8%، أي خفض نقطة مئوية كاملة عن توقعاته التي كان قد أطلقها في شهر يناير. هكذا إذن لا تبدو تأثيرات هذه العملية العسكرية مع بعض المشكلات المرتبطة ببنية الاقتصاد العالمي مقتصرة على بعض النواحي، وإنما شملت كل فروع الاقتصاد. كل دول العالم أعلنت تأذيا واضحا على خلفية موجات التضخم المرتفعة، وبالتالي كانت قرارات نادرة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع متتال لأسعار الفائدة في مدى زمني وجيز، الأمر الذي يلقي بظلاله كما تابعنا على كل اقتصادات العالم وربما كلها. موجة تضخمية غير مسبوقة تضرب اقتصادات العالم، حيث زادت من حدتها الأزمة الروسية الأوكرانية وما انعكس بصورة سلبية على حياة مواطني تلك الدول. ما زالت تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تلقي بظلالها على العالم أجمع، فقد أججت الأزمة التضخم العالمي، حيث تشهد العديد من الدول الأوروبية قفزات لمعدلات التضخم إلى مستويات قياسية لم تتحقق منذ عقود، ما تسبب في خفض توقعات النمو، لتواجه منطقة اليورو ركودا مصحوبا بمزيج من التضخم المرتفع والنمو الاقتصادي الضعيف. واتصالا بهذا السياق، كشفت بيانات حديثة تباطؤ الاقتصاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، وفي غضون ذلك ارتفع تضخم أسعار المستهلكين إلى 7.5% خلال إبريل، وهو أعلى مستوى منذ أن بدأ الاتحاد الأوروبي حفظ الأرقام القياسية قبل 25 عاماً. فألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، زادت العواقب الاقتصادية للأزمة من تأثيراتها على التنمية قصيرة المدى، فيما خفضت الحكومة هناك توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 2.2%، محذرة من ركود في حال انقطعت إمدادات الغاز الروسي. وفي فرنسا وصلت معدلات التضخم إلى مستوى قياسي جديد، حيث انخفض الإنفاق الأسري بنسبة 1.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022، وسط مخاوف من دخول البلاد في مرحلة من الركود التضخمي، فيما كان الأداء في إيطاليا أكثر سوءاً، إذ انكمش اقتصادها بنسبة 2% في الربع الأول. وفي بريطانيا التي خرجت من عباءة الاتحاد الأوروبي، فإن الأوضاع بها ليست أحسن حالاً، حيث تعاني هي الأخرى تضخماً كبيراً خلق الكثير من المشاكل للمواطنين، لعل أبرزها انخفاضاً في الدخل لم تشهده بلادهم منذ خمسينيات القرن الماضي، وارتفاعاً كبيراً في الأسعار.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تشكيلات المتطرفين الأوكرانيين وقوات كييف تعد استفزازات في منطقة تتمركز بها مؤسسات للصناعات الكيميائية في دونباس جنوب شرق أوكرانيا. وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزنتسيف إن القوات الأوكرانية والمتطرفين الموالين لها يجهزون مناطق محصنة في مؤسسات للصناعات الكيميائية في دونباس بتوجيه من رعاتها في الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث تحضر لاستفزازات منها تجهيز حاويات بمواد خطرة كيميائيا لتفجيرها على الفور في حال اضطرارهم للتخلي القسري عن مواقعهم. أعلنت كييف تسلمها 41 شخصا بينهم 11 امرأة في تبادل جديد للأسرى مع روسيا بدون كشف عدد الروس الذين تم تسليمهم إلى موسكو. وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إن الأسرى المفرج عنهم منهم 28 عسكريا و13 مدنيا عادوا إلى ديارهم. أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً بالإجماع أكد فيه دعمه القوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في سعيه إلى حل سلمي للعملية العسكرية الروسية التي تشنها روسيا في أوكرانيا وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن البيان الذي أعدته النرويج والمكسيك لا يمضي إلى حد دعم وساطة لغوتيريش كما نصت صيغة أولى للنص الذي تم التفاوض في شأنه. ويعكس البيان الذي تمت الموافقة عليه موقفا موحدا للمرة الأولى لمجلس الأمن منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 من فبراير الماضي. نفت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي ما تم تداوله من تقارير حول مساعدة الاستخبارات الأمريكية لأوكرانيا في استهداف الجنرالات الروس، مشددة في الوقت ذاته على أن هذه التقارير غير دقيقة. ويعد هذا هو ثاني نفي أمريكي لتلك التقارير، إذ نفت من قبل وزارة الدفاع الأمريكية تقارير مساعدة عن تقديمها لبعض العون لكييف في استهداف الجنرالات الروس. أعلن رئيس الأمريكي جو بايدن عن مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا تشمل خصوصا ذخائر مدفعية وأجهزة رادار، لكنه حذر من أن المبالغ المالية المرصودة لتزويد كييف بالأسلحة أشرفت على النفاذ، داعيا الكونغرس إلى رفض مبالغ إضافية. وقال بايدن إنه أعلن عن حزمة إضافية من المساعدات الأمنية التي ستوفر لأوكرانيا مزيدا من الذخائر المدفعية وأجهزة الرادار وغيرها من المعدات، فيما أشار مسؤول أمريكي رفيع إلى أن الحزمة بقيمة 150 مليون دولار. قالت وزارة الخارجية الروسية إنها استدعت سفير بريطانيا للاحتجاج فيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي فرضتها لندن على وسائل إعلام روسية. وأضافت الخارجية الروسية في بيانها إن روسيا تواصل ردود الفعل على جميع العقوبات بطريقة قاسية وحازمة، وأعلنت لندن عن 63 عقوبة جديدة تستهدف وسائل إعلام روسية. أكد رئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن مدينة ماريوبول دمرت بالكامل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يبقى أمام روسيا سوى مجمع صناعة الصلب لإحكام سيطرتها عليها. وبين رئيس الأوكراني أن سيطرة موسكو على هذا المجمع ستتيح لها إعلان اكتمال سيطرتها على مدينة ماريوبول. أكد الكرملين أن روسيا لا تنوي إقامة احتفالات في مدينة ماريوبول الأوكرانية في 9 من مايو بمناسبة الانتصار على ألمانيا النازية في عام 1945، واتهمت الاستخبارات الأوكرانية موسكو بأنها تستعد لإقامة عرض عسكري في مدينة ماريوبول، هذه المدينة الساحلية المحاصرة التي سيطرت عليها بشكل شبه كامل القوات الروسية، بينما لا يزال يتحصن آخر المقاتلين الأوكرانيين في مصنع أزوفستال الواقع داخل المدينة بعد أسابيع من المعارك الشرسة.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لا يمكن لأي عقوبات أن تحطم إرادة الشعب الروسي الذي يعتزم الدفاع عن الحقيقة التاريخية وحماية مصالحه المشروعة. وخلال كلمة له بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، أكد لافروف تمسك بلاده بميثاق الأمم المتحدة وبمبادئ العدالة والسيادة الدولية. ونحن نقوم بالتقيد بميثاق الأمم المتحدة، هذا الميثاق الذي تم إنشاؤه بنتائج الحرب العالمية الثانية، وفكرة العدالة ومساواة السيادة الموجودة بهذه الوثيقة الآن هي ملحة جدا، وهم يحاولون بإعادة كتابة هذا الميثاق وفرض ما هم يريدونه. وأود أن ألتفت إلى المساعي التي تقوم بها وزارتنا في السياسة الخارجية في هذه الفترة بالذات، وأود أن أشكركم وأهنئكم بيوم النصر وعيد النصر. أعلن حلف شمال الأطلسي أن لجنته العسكرية، وهي أعلى هيئة حكم عسكرية داخل الحلف، ستنعقد في 19 من مايو الجاري بمشاركة أوكرانيا، فنلندا والسويد. الحلف أكد في بيان صدر عنه أن اللجنة التي تضم قادة قوات الدول الأعضاء فيه ستنعقد في بروكسل، وسوف تناقش مسائل ذات الأهمية الاستراتيجية للحلف، ومنها النزاع الحالي في أوكرانيا، كما سيشارك أيضا رؤساء أركان فنلندا السويد إضافة إلى أوكرانيا. قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين ديمتري بيسكوف إن هناك تصريحات معادية تصدر من بولندا، معتبرا أنها ربما تشكل مصدر تهديد لبلاده. من جهة أخرى، أكد بيسكوف أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تسير وفقا للخطة والجدول الزمني. كما نفى بيسكوف أن تكون موسكو قد قامت بتصدير القمح من أوكرانيا، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات مجرد فبركة، وذلك ردا على تصريحات لممثلي الأمم المتحدة بشأن روسيا بأن روسيا تسرق حبوبا من أوكرانيا وتنقلها على متن شاحنات. أعلن مكتب المستشار الألماني أولاف شولتز أن قادة القوى العظمى في مجموعة السبع سيعقدون اجتماعا افتراضيا غدا الأحد حول أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فلاديمير زلنسكي. وذكر بيان المستشار الألماني أن هذا الاجتماع يعد تاريخيا، حيث يصادف انعقاده ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية التي نشرت الرعب والدمار والموت في عموم أوروبا. دعا وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو والاتحاد الأوروبي إلى الإجماع على المطالبة بوضع سقف لسعر الغاز. وقال الوزير الإيطالي إن الانفتاح على النقاش مع الاتحادات التجارية باتباع نهج تشاركي، مبينا أن هناك تركيزا للعوامل ذات الصلة التي تتطلب اهتماما مختلفا من جانب إيطاليا، وهي عناصر تتطلب إعادة إطلاق روح الزمالة على المستوى الأوروبي التي ميزت الاستجابة الأولى لوباء كوفيد-19. وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن هذه الروح هي التي يجب أن تقود أوروبا اليوم إلى مواجهة التحدي المتمثل بوضع سقف لسعر الغاز أو تحقيق تنسيق أكثر صلة على المستوى عبر الأطلسي بشأن القضايا الاقتصادية والاستراتيجية. استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد بقصر قرطاج توفيق شرف الدين وزير الداخلية، حيث قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية إنه تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى الوضع الأمني في تونس وإلى ما يجب القيام به للمحافظة على مقدرات الشعب التونسي، خاصة لمواجهة من يسعون إلى التلاعب بقوت التونسيين.
كشفت نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتر عن وجود تقديرات تشير إلى أن كوريا الشمالية تعد موقعا بوغي ري للتجارب النووية، وقد تكون مستعدة لإجراء تجربة نووية فيه في وقت مبكر في مايو الجاري. وأضافت أن هذه التقديرات تتوافق مع التصريحات العامة الصادرة من كوريا الشمالية في الآونة الأخيرة، لافتة إلى أن واشنطن تبادلت هذه المعلومات مع حلفائها والشركاء وستواصل التنسيق معهم عن كثب. أسفر الانفجار الذي تسبب في تدمير قسم من فندق ساراتوغا في هافانا عن مقتل 18 شخصا مع إصابة نحو 50 آخرين في حصيلة رسمية جديدة. ولفت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانال في تصريحات من موقع الحادث نقلها التلفزيون الكوبي، قال فيها إن الانفجار الذي وقع في فندق ساراتوغا لم يكن بسبب قنبلة، ولكنه أضاف أنه كان ناجم عن الأرجح عن تسريب للغاز. قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 18 طائرة صينية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لتايوان، وأشارت الدفاع التايوانية إلى أن قواتها الجوية سارعت لتحذير الطائرات الصينية. وفي الشأن المحلي المصري، وصلت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 48 ساعة الماضية من ضبط 229 قضية تموينية بمضبوطات تقارب حوالي 27 طنا من المواد الغذائية وغير الغذائية. أما في مجال حجب السلع الاستراتيجية فتم ضبط طنين من الأسمدة الزراعية. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تحديدا للسلع الغذائية فتم ضبط حوالي 16 طنا. أما في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط حوالي 9 أطنان من الدقيق المدعم. أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط حوالي 333 قضية، من بينها 65 قضية خبز ناقص الوزن مع 81 قضية خبز غير مطابق للمواصفات المصرية. تواصل وزارة الداخلية فعالياتها في المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد، والتي تمتد حتى الأول من شهر يونيو القادم، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60%، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. فمنذ إطلاق وزارة الداخلية المرحلة 22 منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60%، شهدت المبادرة إقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها. وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم، كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توافر السلع في قرابة 1000 فرع لكبرى السلاسل التجارية تشارك فيها. طبعا فكرة مد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها، طبعا كل ما بتمتد كل ما بتبقى بنستفاد منها. المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة عيشة كريمة وكويسة. يا ريت تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله، الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مديرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة، سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع. لو تحتاجين
كل حته السلع بننزل نلاقيها، مفيش سلع ناقصه، لا السلع الحمد لله متوفره بشكل كبير جدا، وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني ان احنا نلاقي السلع. بقالي فتره باجي والمبادره شغاله، بلاقي فيها حاجات كويسه جدا ودايما باخد منها، ولسه كمان دلوقتي حالا واخده مكرونه ورز وحاجات منها برده. المبادره نجحت وكل الاسعار نزلت، نزلت بصراحه والحمد لله، في ناس بتشتري كتير وكل حاجه تمام 24، مفيش اي شيء. منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية. الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي، بقت تتخفض والحمد لله. احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا. احب اقول لوزارة الداخلية طبعا انهم شاكرين افضلهم طبعا على المجهود المبذل في هذه المبادرة، وان يعني اتمنى منهم واتمنى من الله التوفيق انهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد. وتستمر الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة. نجحت مصر على مدار الثمانية أعوام السابقة من أن تصبح مصدراً هاماً وقوة إقليمية بارزة للطاقة في المنطقة في ضوء تحقيقها لاكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي مع الاستجابة للطلب المحلي من هذه الطاقة، هذا إلى جانب توفير فائض للتصدير يشكل أو يسمح لها بالاستثمار في مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا ومع إفريقيا. أهلا بكم. بخطوات واثقة تمضي مصر في طريقها نحو الريادة في تطوير الطاقة المتجددة مع زيادة قدرتها على إنتاج الغاز الطبيعي، مدعومة في ذلك برؤية ثاقبة وضعتها القيادة السياسية منذ نحو ثمانية أعوام. فبالأرقام نجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاستجابة للطلب المحلي من الطاقة، هذا إلى جانب توفير فائض للتصدير بشكل يسمح لها بالاستثمار في مشروعات الربط الكهربائي مع أفريقيا وأوروبا، حتى أصبحت مصدرا هاما وقوة إقليمية بارزة للطاقة في المنطقة بشكل عام. كما أن مصر وبحسب التقارير الدولية أصبحت قادرة على لعب دور مهم في أسواق الكهرباء في ثلاث قارات، بالنظر إلى الإنجازات المهمة التي حققتها في تعزيز تطوير قطاع الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة بشكل متوازي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 التي تهدف إلى تعظيم إنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى 10 أضعاف. وخلال 8 سنوات نجحت مصر أيضا في ضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة المحلية وخلق فائض للتصدير وإنشاء بنية تحتية وخطوط ربط جديدة لنقل وتصدير الكهرباء، مستغلة في ذلك موقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط بشكل يحفز التنمية المتسارعة للموارد المتجددة في البلاد. الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال الطاقة كانت محل اهتمام أوروبي، ظهر ذلك بوضوح في الاتفاقية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع مصر في أبريل الماضي لدعم تنمية مصر للغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر. وعكست هذه الاتفاقية ريادة مصر في إنشاء نموذج جديد لتطوير الغاز الطبيعي ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا استعراضا لأهم إنجازات الدولة في مجال الطاقة والخطوات التي قطعتها نحو الريادة في تطوير الطاقة المتجددة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. يستمر المزارعون في محافظات الجمهورية كافة في عمليات توريد القمح للشوان والصوامع التابعة للدولة، وسط حالة من التفاؤل بأن يكون الموسم الحالي هو الأفضل حالا.
بعد زراعة نحو 50,150 فدانا بمحصول القمح هنا في محافظة القليوبية، يستمر موسم توريد القمح داخل الشوان والصوامع، وسط تفاؤل كبير غمر المزارعين والتجار بأن الموسم الحالي هذا العام في أحسن حالاته في ظل تيسيرات تشمل زيادة سعر توريد القمح، بالإضافة للحافز الاستثنائي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي. اللجنة مشكلة من التموين، عضو التموين رئيس لجنة اللي هو أنا، فيه عضو الزراعة ده خاص بمدير الزراعة، عضو سلامة الغذاء وهو اللي بيحدد الدرجة بتاع جودة القمح، فيه عضو الأبانية اللي هو بيشرف على الموازين وده جاي معتمد من الأبانية مشارك في اللجنة، في أمين العهدة اللي هو خاص بالصموعة وبنسلمه القمح ده يوميا، بنسلمه وبنمضي إقرار عليه إن هو استلمه وفي عهدته. احنا عندنا في القليوبية 50,000 فدان منزرعة من القمح، وعندنا حوالي 11 موقع لاستلام القمح موزعة على مدن محافظة القليوبية، صوامع وهناجر وبناكر. دلوقتي احنا التيسيرات للفلاح المزارع بصفة عامة، اللجان طبعا بتستقبل المزارع من 8:30 الصبح، وتيسير تام في أخذ العينة وعملية الوزن والإجراء كلها زي ما حضرتك شايف. عملية التوريد تتم بوجود المندوبين وأعضاء لجنة الاستلام والموازين للتأكد من درجات الرطوبة والنقاوة واستلام القمح المطابق للمواصفات القياسية، كما قررت الدولة دفع الأموال نقدا خلال 48 ساعة. أنا زارع معدل فدان ونص، الإنتاجية الله أكبر السنة دي ما شاء الله عليها، فعند كل الناس الإنتاجية ممتازة والغلال السنة دي حلوة. لا الزرع الحمد لله السنة دي حلو زي الفل، الجو ذات نفسه يعني طبيعة الجو ذات نفسها خلت الغلة مستوية حلوة الحمد لله. السنة دي بالذات ربنا كرمنا وكرم البلد، ليه؟ لأن المناخ بتاع الجو ساعدنا على المحصول، يعني ان شاء الله باذن الله كده الفدان يعني يرمي من 22 ل 24. التوريد حلو جدا والتوريد هنا سهل جدا جدا برضه، والامور ماشيه تمام الحمد لله. انا جايب عربيتين جامبو يعني حوالي 25 طن كده، ودي لسه اول يوم يعني للتوريد باذن الله، والامور ماشيه تمام. وهنا في تسهيلات جدا عن السنين اللي فاتت، السنه دي حاجه محترمه جدا جدا يعني، ورفع السعر ده افاد الفلاح طبعا. القمح جايه براحتها السنه دي الحمد لله، الجو كان حلو السنه دي، ما فيش نطره وما فيش هواء، والقمح جاية براحتها، ومعدل الفدان رمي قمح حلو الحمد لله، والقمح نظيفة. متوسط الفدان 18 أردب، وفيه تيسير وفي منافس كتيرة السنة دي مفتوحة، يعني السنة اللي فاتت كان في 130 منفذ، السنة دي في 400 منفذ. استلام أكبر كمية من محصول القمح هو الهدف الرئيسي للموسم هذا العام، وتحقيق الأمن الغذائي مع اتباع كافة إجراءات السلامة في النقل والتخزين. لحديقة الحيوان عشق لا ينتهي بين الكبار والصغار، في موسم الأعياد يحرص الجميع على الاستمتاع بتلك الحديقة التي يعود تاريخها إلى أكثر من 130 عاماً. جايدا وسيلينا وياسين كغيرهم من الأطفال في أعمارهم يعشقون الحيوانات، وفرحة العيد لا تكتمل إلا بقضاء يوم مخصص مع الحيوانات بداخل أقدم حدائق للحيوان. عملتي إيه النهاردة في حديقة الحيوان؟ أكلت الحيوانات، عجبني المعزة وأكلتها، قضيت العيد هنا وأكلت المعزة، بحب الزرافة وبحب أكل الحيوانات. بحب أقضي العيد في حديقة الحيوان بسبب ان في حيوانات هنا هو ما بنشوفهاش على طول هنا هو. ومنذ مارس 2019 خصصت الحديقة فرصة للتواصل المباشر والتعرف بين الأطفال والحيوان داخل حديقة الطفل ما يقرب من 25 نوعا من الحيوانات والطيور الأليفة. الحاجز النفسي ما بين الحيوان وما بين الطفل بشكل عام بيتشال عن طريق الثقة، ثقة ان الحيوان بيحس ان الطفل مش بيقدم له اكل، مش بيأذيه، بيتعامل معاه بشكل لطيف، فهنا بالشكل ده بتتبني ثقة ما بين الحيوان وما بين الطفل، وفي نفس الوقت متعة للطفل ان هو حيوان
كان موجود في القصر بيشوفه من ورا قفص، دلوقتي بقى يشوفه عن قرب، يقدر يتصور معاه، يقدر يلعب معاه، يقدر يصوره، فده كان التحدي. على مدار فترة الأعياد والأجازات الرسمية تستقبل الحديقة عشرات الآلاف، فتذكرتها الرخيصة تضعها أولى الخيارات للأسرة المصرية. رخيصة وكمان حلوة، يعني الأطفال بيحبوا يتشدوا ليها عشان الأولاد بس بيحبوها، وهي جميلة يعني، وفيها حيوانات مختلفة عن غيرها يعني، وكويسة. مكان كبير وبنلف على كذا حاجة، والأطفال بتتفرج براحتها وما فيش خوف عليهم، وبعدين في أماكن نجيفة بنقطع تذكرة، بس أماكن نجيفة والتذكرة يعني بسعر رمزي يعني على قدنا. بالنسبة للأطفال بتبقى حلوة ليهم، بيتفرجوا على الحيوانات وكده والكلام دوت كده. 131 عاما عمر هذه الحديقة العريقة التي تعد ثاني أقدم حديقة حيوان في العالم، تاريخ طويل ارتبط بها الزوار بمختلف أعمارهم، وما زالت مصدر سعادة وبهجة على مدار العام. جاكلين ماهر، إكسترا نيوز. والآن وقفة مشاهدينا مع أخبار الرياضة. حقق بيراميدز فوزا على مضيفه سموحة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الإسكندرية ضمن مؤجلات الجولة 14 من مسابقة الدوري الممتاز، وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 35 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 27 في المركز الخامس. يلتقي في 9 من مساء اليوم فريق الأهلي مع ضيفه وفاق سطيف في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالقاهرة، حيث أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني عن قائمة مباراة سطيف، والتي شهدت أو أعلنت عن تواجد 21 لاعبا مع غياب عمرو السولية، محمد عبد المنعم للإصابة، إضافة إلى حسام حسن ومحمد محمود وصلاح محسن لأسباب فنية. والآن وقفة مع حالة الطقس. يسود اليوم السبت طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، مائل للبرودة ليلا، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وهذه نقطة ختامنا، وما حنذكر بأهم ما كان معنا من أنباء. خسائر كبيرة للبورصات الأمريكية والأوروبية واستمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا. مجلس الأمن يدعم الحل السلمي بين موسكو وكييف، وبايدن يرسل أسلحة لأوكرانيا خلال أيام. واشنطن تعلن استعداد بيونغ يانغ لإجراء تجربة نووية، والصين تخترق مجددا مجال تايوان الجوي. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو من خلال جوجل بلاي، أيضا من خلال كيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، هذه تحيات تامر حنفي ونسرين فؤاد، إلى اللقاء.